اشتروا الكفر بالإيمان
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله ما كان الله ليذر المؤمنين على وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير لفضيله الدكتور محمد
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما لا
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يؤمنوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
اللهم صل عليه. فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنفاق ربما إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربما فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع إنك لا تخلف فجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملاً
من ذكر أو أنثى صدق الله العظيم.